السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم تلاميذ الصف الثالث الابتدائي من مدرسة دار السلام الدولية في درسنا الجديد في مادة الرياضيات، وهو بعنوان الضرب في عشرة. معكم المعلمة تغريد سكر. يوجد هنا تلاميذي مجموعات من الأقلام اشتراها باسم. لو نظرنا إلى الصورة نرى أربع مجموعات من الأقلام، أي اشترى باسم أربع مجموعات من الأقلام، في كل مجموعة 10 أقلام، أي يوجد في كل مجموعة 10 أقلام. كم قلما اشترى باسم؟ أي في هذه المجموعات الأربعة كم قلما اشترى باسم؟ سوف نضرب عدد المجموعات، أي مجموعات الأقلام وهي أربعة، بعدد الأقلام في كل مجموعة، أي 4 ضرب 10. لكي نحصل على ناتج ضرب 4 ضرب 10، أولا سوف نقوم بالقفز على هذا الخط ونقفز في كل قفزة 10 أعداد كما في القفزة الأولى. قفزنا من الصفر حتى العشرة، إذن كم عدد قفزنا في هذه القفزة؟ أحسنتم، قفزنا 10 أعداد، إذن سوف نقفز 10 10. أيضا نقفز 10 فنصل إلى العدد 20. نقفز قفزة ثالثة، أي 10 أعداد، فنصل إلى العدد 30. أيضا قفزة رابعة فيها 10 أعداد، فنصل إلى العدد 40، أي 0 10 20 30 40. إذن القفزة الأولى في القفزة الأولى 10 زائد في القفزة الثانية 10 زائد في القفزة الثالثة أيضا 10 وفي القفزة الرابعة 10. إلى أين وصلنا في القفزات الأربعة؟ وصلنا إلى العدد 40، إذن الناتج 40. هنا تلاميذي لدينا عملية جمع متكررة للعدد 10، سوف نحولها إلى عملية ضرب. من يحولها إلى عملية ضرب؟ أحسنتم، 4 10، أي 4 ضرب 10 يساوي 40. إذن 4 مجموعات من الأقلام ضرب 10 أقلام في كل مجموعة، الناتج يساوي 40، أي 40 قلماً اشترى باسم. لو نظرنا طلابي إلى هذه العملية، 4 ضرب 10 يساوي 40، ماذا نلاحظ في الناتج؟ نلاحظ في الناتج أن العدد 4 عندما ضربناه بالعدد 10 بقي نفسه، ولكن أضفنا 0 إلى اليمين. إذن نستنتج أنه عندما أضرب عددا في 10، أي عدد نضربه في 10، فإن الناتج هو العدد نفسه مع إضافة 0 إلى يمينه. إذن طلابي، أي عدده بالعدد 10 العدد يبقى نفسه، فقط نضيف 0 إلى يمينه، أي إلى يمين العدد. أعيد، عندما أضرب عددا في 10 فإن الناتج هو العدد نفسه مع إضافة 0 إلى يمينه. 1 ضرب 10 يساوي 10، أي عدد نضربه بالعدد 1 يبقى العدد كما هو. 2 ضرب 10 يساوي 20، العدد 2 يبقى كما هو ونضيف 0 إلى يمينه لأننا ضربناه بالعدد 10، إذن 2 ضرب 10 يساوي 20. هيا تلاميذي، 3 ضرب 10 كم يساوي؟ أحسنتم، 30. 4 ضرب 10 يساوي 40. جدول ضرب العدد 10 جدول بسيط وسهل. 5 ضرب 10 يساوي 50، أي 5 10، 5 10 يساوي 50. 6 ضرب 10 يساوي 60. 7 ضرب 10 كم يساوي؟ أحسنتم، 70.
ثمانية ضرب عشرة يساوي ثمانون، تسعة ضرب عشرة يساوي تسعون، وأخيرا عشرة ضرب عشرة كم يساوي؟ أحسنتم، مئة. العشرة تبقى ونضيف لها صفر إلى اليمين فيكون الناتج مئة. إذن عشرة ضرب عشرة يساوي مئة. نعيد، واحد ضرب عشرة يساوي عشرة، اثنان ضرب عشرة يساوي عشرون، ثلاثة ضرب عشرة يساوي ثلاثون، أربعة ضرب عشرة يساوي أربعون، خمسة ضرب عشرة يساوي خمسون، ستة ضرب عشرة يساوي ستون، سبعة ضرب عشرة يساوي سبعون، ثمانية ضرب عشرة يساوي ثمانون، تسعة ضرب عشرة يساوي تسعون، عشرة ضرب عشرة يساوي مئة. هذا هو تلاميذي جدول ضرب العدد عشرة. لنحل تلاميذي بعض التمارين اعتمادا على جدول ضرب العدد عشرة. أجد ناتج الضرب. التمرين رقم واحد، اثنان ضرب عشرة يساوي كم؟ أحسنتم، عشرون. التمرين رقم اثنان، خمسة ضرب عشرة يساوي خمسون، جيد. سبعة ضرب عشرة يساوي سبعون، أحسنتم. عشرة ضرب عشرة يساوي مئة، ممتاز. ننتقل إلى التمرين الخامس. لدينا هذه المسألة، وضعت سميرة عشر زهرات في الباقة الواحدة، كم زهرة وضعت في ست باقات؟ وضعت سميرة عشر زهرات في الباقة الواحدة، كم زهرة وضعت في ست باقات؟ إذا كان لديها ست باقات، فكم زهرة وضعت في هذه الباقات الستة؟ نضرب عدد الزهرات في الباقة الواحدة، أي عشرة ضرب ست باقات، فنحصل على عدد الزهرات في الباقات الستة. عشرة ضرب ستة كم يساوي؟ أحسنتم، ستون، أي ستون زهرة في ست باقات. عشرة ضرب ستة يساوي ستون، أي ستون زهرة يوجد في ست باقات. أيضا طلابي، لدينا هذه المسألة، في الحديقة عشرة أسود، كم قدما للأسود التي في الحديقة؟ أي يوجد في الحديقة عشرة أسود، فكم قدما لهؤلاء الأسود العشرة في الحديقة؟ الأسد كم قدما لديه؟ لديه أربع أقدام، وكم أسد يوجد في الحديقة؟ أحسنتم، يوجد عشرة أسود، أي نضرب أربعة ضرب عشرة. أربعة ضرب عشرة كم يساوي؟ يبقى الأربعة كما هو ونضيف صفر إلى اليمين فنحصل على العدد أربعون. إذن أربعة ضرب عشرة يساوي أربعون، أي أربعون قدما للأسود التي في الحديقة. أربعة ضرب عشرة يساوي أربعون. الآن لنفكر تلاميذي، اكتب العدد المناسب في المربع. التمرين رقم واحد، ستة ضرب عشرة كم يساوي؟ ممتاز، ستون. التمرين رقم اثنان، لدينا جملة مفتوحة، أي يوجد عدد مفقود، سبعة ضرب مربع يساوي سبعون، بماذا أضرب العدد سبعة حتى أحصل على العدد سبعون؟ العدد سبعة بقي كما هو وأضفنا صفر إلى يمينه، إذن ضربناه بالعدد عشرة، أي سبعة ضرب عشرة يساوي سبعون. التمرين رقم ثلاثة، أيضا جملة مفتوحة، عشرة ضرب مربع يساوي ثمانون، بماذا أضرب العدد عشرة حتى أحصل على العدد ثمانون؟ ممتاز، عشرة ضرب ثمانية يساوي ثمانون. انتهى طلابي درسنا لهذا اليوم وهو الضرب بالعدد عشرة. أشكركم على حسن المتابعة وأتمنى لكم دوام التقدم والنجاح، ولكن لدينا واجب وهو حفظ جدول ضرب العدد عشرة وحل التمارين من كتاب التمرينات الصفحة 55. أرجو حل الواجب وإرساله لي على الخاص، وإلى لقاء طلابي في درسنا القادم.